بداية خل أعلن أني مو ضد الأثمتة، أنا مع الأثمتة ومع خلاص العراقيين من الورق وصحة الصدور والمعقبين والمعاملة اللي ست شهور تخلص، أنا مع نظام إلكتروني وما أريد أصير الإمارات ولا أوروبا كله على الكريدت كارت وعلى البطاقة وعلى الماستر وأكمل كل أشيائي على التليفون، ما أريد أصير هيك حبة حبة، وبعدني محترم النظام المتهالك والبنية التحتية والفساد والسرقات والورق والبيروقراطية، الحمد لله بعدنا على السكة. بس أريد أسأل سؤال، الشركة التوزيع للمنتجات النفطية اللي مديرها السيد حسين طالب أعلنت عن طريق الوزارة الكبيرة وزارة النفط أنه راح تصير بطاقة الإلكترونية الماستر كارت والجي كارت تفول سيارتك عن طريقها، غيرها ماكو. 1/1/2024 ما راح يستطيع أي مواطن عراقي الدخول لأي بنزيخانة أن يفول سيارته إلا عن طريق البطاقة. إخوان اللعبة وين؟ عندك أكثر من 6-7 مليون بطاقة راح يتم إنتاجها، فالجماعة ماخذين نسبهم وماخذين أشياءهم، والموضوع بكوميشنات لا يتعلق بالصالح العام ولا خدمة المواطن. هاي البطاقات لقطاع خاص. لو تطلع الوزارة وتحدث عن الشرف وتقلم لي الفساد وتقول راح أسوي بطاقة نفطية أخليها بالمراكز مجانا، أني أتبناها كوزارة كحكومة وأعطيها للمواطن، والله عم أصفق لكم وأطلع هنا أقول والله عندنا وزارة، بس أنت من تعطيني الماستر كارت والجي كارت والنسب والحصص وتطلعون أشياءكم على الميز وبعدين تقول لي غصبا عليك؟ لا ماكو شيء غصب، الدستور العراقي نحن مخيرين وليس مسيرين. مال تجبرني كوزارة نفط أطلع بطاقات من شركات أهلية فاسدة، أنا خلي عليها ألف علامة استفهام وأدعو النزاهة للتحقيق. والمدير العام اللي معشعش صار لسنين لأن وراه حج فلان وسيد فلان، فالمفروض رئيس الوزراء يسمعنا، بدل أن يعقد تحت الطاولة صفقات ويا بطاقات الإلكترونية روح شيله وطلع لنا بطاقة وطنية حلوة أشيلها بجيبي مثل ما بتركيا موجودة وموجودة بمصر، بطاقة وطنية الدولة تنطيني إياها بسعر رمزي وتبقى بجيبي، ليش تخليني بالقطاع الخاص وفساد؟ مو كافي بيروقراطية؟ سلام عليكم.